تأثرنا بزاف، مو حاليا راه مريضة نفسانية ما كتنعس حتى حاجة. راه المهم الحالة يرتالها، حنا راه تأثرنا وتعقدنا نفسيا، وهذيك الحالة اللي شنا راه الرأي العام راه يحكم، الرأي العام راه شاف الحالة وشاف الضحية كيفاش كيتعامل مع هذاك المجرم. السيد راه طايح في الأرض وباقي يقطع فيه أمام الملأ، أطيب خلق الله. السلام عليكم الإخوة الأخوات، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو أخوتي غادي نشوفوا الخال ديال زهير الله يرحمه ويوسع عليه في هذه ليلة الجمعة، تيصرح بواحد الحقائق اللي بصراحة تصدمنا بها، يعني شي حقائق اللي ما تحطوش في المحضر، كيصرح بهم. وغادي نشوفوا كذلك ردة الفعل ديال المحامي ديال العائلة اللي هو محامي الدفاع ديال زهير، شنو تيقول في هذه القضية هذه. المهم اخوتي كما سمعتوا المقطع الاول كان مقطع مؤثر، تيهضر على الام ديالو الحاله ديالها وكامل الحاله ديال العائله كاملين متاثرين بالموت ديال زهير. المهم نخليكم على المقطع الجاي وغادي نرجع معكم. اطيب خلق الله والتربيه ديال مو راه شاهدين عليها الجيران كلهم، الله عمرها دار، والابن ديال الله عمرها دار، هو الوحيد اللي عندها، راه دابا فقدته، راه لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. كيتعدى على الناس أخويا اللي سولتي كيقول لك معدي. أنا دابا جيت من سميتو كنخرج الشارع كنخرج كيعزيو فيا الناس، قال لك أودي هذاك السيد راه تعدى عليه مجرم، ماشي غير عليه هو، على الجيران، على كلشي. كيت الجاني اللي هو محسن ما كاينش اللي قالها فيه زوينه، وامو خارجه بلا حشمه بلا حياه تتقول ولدي ظريف، ولدي ما تيدير حتى شي حاجه خايبه، ولدي حنين، فالله يهدي بنادم وخلاص. كيتعدى عليهم كيستفزهم كيهددهم، لا حول ولا قوه الا بالله. راه الراي العام كله سمع هذه القضيه ديال تشويه الجده، ما دخلش المحضر تشويه الجده، ما تذكرت كاع، والمحامي شهد بها امام الراي العام، راه داز فيديو البارح سميتو بلي انا قال لك تشويه الجد راه ما كايناش، انتم ما كنديروهاش في المحضر، حنا كنطالبوا باش دار تشويه الجد، وسمعنا ورغم ذلك سمعنا. وبهذا الخصوص ديال تشويه الجد سمعوا اخوتي محامي العائله شنو تيقول. النقطه الثانيه اللي كاين الناس بزاف تيتكلموا فيها، كيقول علاش ما داروش التنكيل بالجد، كتشويه الجد التنكيل وتشويه الجثة، التنكيل وتشويه الجثة باش يعرفها الرأي العام راه ماشي جناية، راها جنحة. والفرق ما بين الجناية والجنحة أن الجنحة كتكون العقوبة ديالها تحت من 5 سنين، والجناية كتكون العقوبة ديالها 5 سنين والفوق. هادي راه ماشي جثة، هادي راه باقي حي، ملي كيتم التنكيل والتشويه ديالو راه باقي حي، أنه كون ما كملش عليه يقدر يعيش. حنا كدفاع كنطالبوا بتطبيق مقتضيات المادة 399، هذا هو اللي تنركزوا عليها حنا. كما سمعتوا اخوتي بخصوص شويه جوتا، فهاد الشيء ما كاينش، لان الجاني شوه الجسم ديال زهير، هو كان مازال على قيد الحياه يعني، والهضره اللي كتقال بانه شوه من بعد مركب معاه في الاسعاف، كيعترفوا السائق الاسعاف والمساعد اللي معاه قالوا بان هاد الشيء ما كاينش، وبان راه كان معاه شرطي داخل سياره الاسعاف، وبان كانوا دايرين له الاصفاد يعني المينوط، لان واحد الشخص مع ديك العصابه خارج، هذيك العصابه راه خارج دابا كيدور، ما فهمنا، خصنا نطالبوا حنا صاحب الجلاله باش في هذا المنبر باش نشوفوا تبعوا المسطره القانونيه، باش نشوفوا السيد اللي خارج شنو هو السبب باش خرج. وفي الفيديوهات كيقولوا لكم لانه هو اللي ضربوا بكيلو على راسه في الفيديو ديال الاخت مريم، يعني الجيران اللي شادوا مولات القهوه ومولات السناك. في هذه النقطة خوتي سمعوا كذلك المحامي ديال العائلة شنو سيقول. محضر الضابطة لم يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى قضية رشير عليه بكيلو، وتم الاستماع لهذا يوسف الشباكي كأنه شاهد، في حين التسجيل ديال الفيديو كيقول بأنه راه طرف في القضية. هو راه الرياضة هي الأمل ديالو،
كيتمنى بلي انا نمشي لبرا ونمشي لسميتو باش يدير المستقبل ديالو، الامنيه ديالو هو الام ديالو باش باش يقدم عليها، باش يخدم على امو. حتى هي مسكينه راه هو الابن الوحيد اللي عندها، كتمنى باش، ولكن الغالب الله حسبي الله ونعم الوكيل. راه ما دير النفسيه راه ما رضات، حنا ما بغيناش لا ماده لا حتى حاجه، حنا بغينا غير المعنوي، وحنا الماديات الحمد لله كل واحد، ولكن حنا هنا معنويه خصنا الراي العام يتبع القضيه، ما هذا الشيء اللي كتمنى هي، ولكن نوب عليها ان هذا الشيء هي اللي كطالب، الطالب الراي العام باش يتدخل ويتبع المسطره القانونيه في حق هاد المجرمين. الاعدام راه باين، راه فمهما كانت الاموال اللي غتعطى في ارواح الناس ما غاديش تعوض الشخص بحد ذاته، لان يعني كيبقى واحد الفراغ كبير وكبير بزاف، وخصوصا انه حرمه من حقه في الحياه. فكما قال الخال ديالو، فالشعب المغربي كامل كيطالب بالاعدام ديال هذا الجاني هذا. راه باين، راه لا حول ولا قوه الا بالله، كاين شي حاجه اكثر من الاعدام؟ راه لا توالي، يعني داك الشيء اللي داراه بشر هذاك راه ماشي الحيوان ما تقدرش دير ليه هكا. انت بنفسك انت واش الحيوان تقدر ليه ديك الحاله قدام الملا قدام الناس؟ حتى هذوك الناس قاعدين كيتفرجوا. في الاخير اخوتي غادي نختموا بواحد المقطع من واحد الاغنيه اللي هي جد مؤثره بزاف بزاف. كنتمنى اخوتي دائما انكم في تعليق ومن غير تعليق ولو في نفوسكم انكم تدعوا معاه بالرحمه والمغفره، وخصوصا في هذه ليله الجمعه. مسلوب.